السلام عليكم الاخوه، لاباس عليا الصحه، كلشي مزيان. المهم اليوم جيت لابونك ديالي فاش حليت واحد الحساب، ورغم ان هذا الحساب ما كنتش باقي كنخدم به، ولكن تيجوني واحد الاقتطاعات ديما كنخلصهم. اليوم اضطريت باش نسد نتم الاغلاق ديالو، وفيه واحد ناقص 80 درهم بغيت نخلصها، وقالوا لي ضروري تخلص 400 درهم. ما عرفتش دير 400 درهم ديالاش. السلام عليكم، مرحبا في الله، كيف الحال والاحوال؟ نتمنى لكم التوفيق والمسير الموفق للجميع ان شاء الله. اليوم التاريخ ديال 14/6/2023، عندي واحد الحساب ديال تجاري وفو بنك. شي سيمانه هادي وانا كنمشي باش نسد هاد الحساب هادي، كتقول لي السيده راه ما كاينش المديره اللي غادي تسيني لك هاد الورقه باش يتم الاغلاق ديال الحساب. هاد الحساب كنت خدام به، كيدوز فيه الفيرموس عام، قالت لي خدام به. المهم كل مره كيجيني فيه ديك ناقص 3 دراهم، ناقص 24 درهم، ناقص 50 درهم. مؤخرا لقيتهم كيتسالوا ليا ناقص 52 درهم. مشيت دفعت واحد 100 درهم فيرسيتها فيهم باش يقطعوها وبقاش يصريف. المهم البارح لقيت عاوتاني فيها واحد 80 درهم، لقيت بانها راه كيتسالوا لي واحد 80 درهم، ناقص 80 درهم، لقيت فيها ناقص 80 درهم. المهم مشيت باش نسدو، لقيت فيها البارح في التاريخ ديال البارح ديال 13/6/2023 لقيت فيها ناقص 80 درهم. مني دخلت قالت لي هذيك سير طلب قبل ما تجي المديره. المهم مشيت اليوم عندهم، قالوا لي بانني غادي نخلص واحد 300 درهم. قلت لهم 300 درهم ديالاش؟ يلا كنت انا في الكيشي، درت الكارت كيشي، لقيت فيه بان ناقص 80 درهم، يعني كتسالوا لي 80 درهم. هما قالوا لك اودي لي فخي ديال الاغلاق الحساب، يعني باش نغلقوا لك الحساب ضروري ضروري اسيدي تخلص داك المبلغ اللي هو 300 درهم. قلت ماشي مشكل، واخا انتم قلتوا هذا الشيء، واخا عمروا لي داك هذه الورقه هذه عمروها لي، وقالوا لي ودي سير خلص 300 درهم. عطيت للسيد باش يقطع في الفيرسمو اللي كي مكلف الموظف اللي مكلف بيفيرسي الفلوس وداك الشيء. عطيت لها سيدي باش يقطع 300 درهم، قال لي 400 درهم اللي قطعت، يعني عطيت لي 400 درهم باش يرد لي 100 درهم. قال لي لا لا ما يمكنش 400 درهم اللي كيتسالوا لك. قلت لها ودي لا، راه الموظفه قالت لي 300 درهم. نقزات الموظفه جات في جهه هذاك اللي كيفيرسي، قالت لي ودي راه 400 درهم اللي غادي تخلص. قلت لي قلتي لها 300 درهم ماشي مشكل. قالت لي هذه الورقه هذه غادي تمشي من بعد واحد جوج سيمانات وجي رجع ليها. مني دخلت المديره جات حتى هي في الصالح ديال هاد الناس. قلت لها ودي انت واش كتسيني هاد الورقه؟ واش ضروري تسينيها عاد ناخذها؟ والله الموظفه اللي مكلفه بكارت كيشي ومكلفه بهاد الوثائق هما اللي قدروا عطيوها ليا. بدات تشوف فيها كي بحال الا هادشي اللي قالت لي البارح راه غلط، يعني ديك الموظفه هي اللي كتخرج هاد الورقه ماشي المديره. غير البارح بات كتصدرني وكملتها وجملتها، قالت لي من بعد 15 يوم واجي ديها. ملي سولت ديك المديره قلت له هادي، قالت لي راه 15 يوم واجي لهاد الورقه. قالت لي لا عطيه الورقه ديالو، وخرجتها لي هي في التاريخ ديال 16 ديال 14/6. كانت قالت لي سير سيدي حتى دوز 15 مع تجي ديها. وانا بغيت نشوف هادشي واش قانوني ولا ما قانوني. واش هاد الناس هادو كيتسالوا لي 80 درهم ناقص 80 درهم، وهما قطعوا لي 400 درهم 400 درهم. مني خرجت سيدي خرجت الكارت كيشي، كارت كيشي على برا درتها، لقيت فيها 297 درهم، يعني قطعوا غير ديك داك لي فخيل اللي كيتسالوا ليا، يعني هذيك 300 درهم اللي قالوا ليا راه ماشي قانونيه. مشيت تريتها تريت 200 درهم 200 درهم، بقات دابا فيها 97 درهم 97 درهم. الحاجه الوحيده اللي بغيت نقول لهاد الناس هادو، انا دابا مني كنهضر على الحقوق ديالي تما، وقلت لهم ودي بان هادشي ماشي قانوني درتو معايا، بانني كتسالوا ليا غير 80 درهم وقلتوا ليا خلص 400 درهم، ما فهمتش. قالوا لك لا سيدي راه تهجمتي علينا وجيتي كتدبخنا، والسيكريتي راه حاضر، السيكريتي راه حاضر، الكاميرا راه حاضرين، بانني ما رفعت الصوت ديالي على حد، وما دفعت حد، وما ضربت مع حد، وما قلت لا الفاظ نابيه ولا سبيت شي حد. واحد الموظف اللي كان باغي يستهزئ مني وبغى ينرفيني زعما، وكيدخل بالصدر ديالو باش نضرب، قلت له ودي انا راه شارب عقلي ما غاديش نضرب معاك. المهم انا غير بغيت نشوف هاد الكونت، بغيت نسدو، ما بقيت بغيت نسدو. انت كل مره كتزيدوا ليا 3 دراهم، واحد الخطره 52 درهم، شي شويه سميتو 42 درهم. ما عرفتش هاد الاقتطاعات ديالها شنو الكونترا، ما خدامش بها انا، ما خدامش بها، رغم انه قالوا في القانون بانه بعد مرور عام غادي تسد هاد الكونت مجانا بلا ما تخلص والو. ها هو.
وغادي نصور لكم كاع الوثائق وداكشي باش خلصت 400 درهم وفي نفس التاريخ وفي نفس التوقيت باش خلصت ديك 400 درهم اللي قطعوهما. ونصور لكم اسيدي الكيشي دابا حاليا شحال فيه في هذا التاريخ هذا وفي هذا الوقت فاش درت هذا الفيديو هذا ملي خرجت من عندهم. راه خرجت من عندهم في لاجونس والكاميرا راه حاضرين وهذا غادي نديرو كدليل بانهم غادي يتهموني بان والله درت الصداع ولا ما درت الصداع. الحمد لله انا ماشي مول الصداع وما كدير الصداع وكندافع على الحقوق ديالي فقط. ماشي يقولي لك اودي تخلص 80 عندي 80 درهم ناقص 80 درهم في الصون في الابليكاسيون في الكيشي وهما قالوا لي خلص 400 درهم ديالها اش بغيت نعرف واش قانوني هذه 400 درهم ولا لا. ومني عاودت خرجت للكيشي لقيتها بانها واخا خلصتها خلصت ديك 400 درهم اللي فيرسيت لهم لقيتهم بانه داز تقطعوا فيها داك 80 درهم وبقى داك الصرف وعاود تخرج ديك 200 درهم. انا حاليا دابا كنديب داكشي اللي كاين والشاهد عليا هو الله سبحانه وتعالى ما كنزيد ما كنقص. هاد الناس هادو راه طاغين وهاد الناس هاد الموظفين هادو بغاو يلصقوني هكاك فابور. المهم غادي نحط لكم كاع المعلومات هنا ونحط لكم في الفيديو هذا ان شاء الله. نشوفوا الدراري اللي دايرين اللي متبعيني هنا والناس اللي فاهمين في هذا الشيء يجاوبوني واش هذا الشيء حقيقي ولا لا. الله يجزيكم بخير. المهم ها هي دابا هذاك الشيء اللي فيرسيتايا في زادت اللي قلت لكم ها هي 14/6/2023 غير اسبوع 400 درهم ها هي 400 درهم. المهم هي شحال فيها راه قالت لي 400 درهم قالت لي 300 درهم عطيت لهم 400 درهم قطعوا 400 درهم ديريكت. ومني عاودت خرجت 200 درهم وبقات هنا 97.98 ها هي. المهم احبابي في الله كيف الحال والحوال عدنا والعود احمد ان شاء الله. المهم كما قلت لكم هذه هي طلبه وهذا هو الضموند ديال اللي اغلق الحساب. المهم خلصت فيه 400 درهم وقطعوا لي داكشي اللي كيتسالوا لي بقات فيها 297 درهم خرجت 200 درهم بقات 97 درهم تما معلقه ما بغاش يخرجوها ليا. المهم كارت كيشي راه ما طلبوهاش ليا والضموند راه شديتو شدت الفوتوكوبي ديالو ما عطاوش ليا الاصلي. المهم الفوتوكوبي اللي عطاو ليا. المهم انا درت هذا الفيديو غير كدليل موثوق من عندي باش ما يتهموني بشي حاجه بانني راه درت لهم صداع في لاجونس ولا تهجمت عليهم. انا ما تهجمت على حد ما ضربت مع حد ما سبيت حد فقط قلت لهم اودي 80 درهم اللي كتسالوا ليا وقطعتوا ليا نتوما 400 درهم ديالاش وضحوا ليا ديالاش وشرحوا ليا ديالاش باش انا نكون مطمئن من هذه الناحيه باش نعرف الا كتسالوا ليا شي حاجه نعطيها لكم ديالكم ديالكم ديالي ديالي هذا فقط. وقالوا لي لا راه الكاميرات ولا السيكوريتي وكرا السيكوريتي راه حاضروا الكاميرات حاضروا الشهادة لله سبحانه وتعالى. وهذا راه درته فقط كدليل بانني راه سديت الحساب.